بقى بيحصل. الجميله هند عاكف برحب بيكي النهارده معايا على اخبار اليوم. ربنا يخليك. ميرسي. انا اللي برحب بيكم ان انتوا بتغطوا الاحداث الجميله والكبيره دي. كلميني النهارده عن حضورك ومشاركتك النهارده في احتفاليه اليوبيل الفضي لمدينه الانتاج الاعلامي. مش قادره اقول لك ان انا من اسعد الناس ومن اسعد الفنانين ان انا موجوده النهارده بحتفل باليوبيل الفضي، لان انا في بدايه انشاء هذا الصرح الكبير اشتغلت فيه كتير، ودايما بقول واحب اقول ان انا ابتديت يعني المدينه لما كانت بيتم انشائها احنا ابتدينا ندخل المدينه وهي اساسا لسه تراب، ما كانش في استديوهات، كنا بس بنصور فيها الخارجي، ما كانش في ابواب لسه وفيش اي حاجه. بعد طبعا ما اتعمل وجينا افتتحنا وحضرت الافتتاح، على فكره كنت سعيده جدا، يعني كان فيه شيء غير عادي، صرح كبير قوي قوي، فانا مبسوطه وصورت اكتر من عمل في المدينه هنا. يمكن كانت اخر اعمالي ليلى مراد كنت بصوره هنا. تخيل بقى الاحياء اللي موجوده، الاحياء الشعبيه، الاحياء الحي الريفي، الحي اسكندريه، الحي الاسلامي، هو وفر كتير قوي. وبتمنى ان احنا نرجع تاني نبتدي نعمل اعمال كبيره زي الاعمال اللي احنا عملناها من خلال مدينه الانتاج الاعلامي. لما شفتك النهارده على ريد كاربت قلت اكيد هتبقي جايه فستان هيثير الجدل النهارده زي مهرجان القاهره. والله فستان عادي خالص اهو، يعني وبص كمان البلطو الدنيا ساقعه. لا انا هقول لك حاجه، انا مش بحب اثير الجدل، مش مجرد ان انا عايزه اثير الجدل، لا انا بفكر يعني كل مكان بفكر انا اروح البس ايه فيه. يعني مهرجان القاهره السينمائي لما فكرت البس فستان عليه صور نجوم مصر واساتذتنا الكبار اللي احنا اتعلمنا منه ده، انا حبيت يعني اكرم هؤلاء النجوم بطريقتي الخاصه. وعايزه اقول لك على حاجه، الموضوع يعني انا ما جيتش مثلا حطيت فريق المنتخب وانا داخله مهرجان القاهره السينمائي، مع ان انا لو حطيت فريق المنتخب هبقى سعيده جدا والله. انت مش بسير الجدل ولا حاجه، هي افكاري خارج الصندوق، بحب اعمل حاجات يعني انت تقول الله حلوه. مش هسألك هو الفستان كان حلو ولا لا، لأن يكفيني فخرا كل الجمهور اللي سندني، ويكفيني فخرا ويكفينا احنا كمان كمصريين ان لما تكون نجمة عالمية زي جوليا روبرتس تعمل فستان درس زي الدرس بتاعي وعليه صور النجم العالمي جورج كلوني في تكريم النجم العالمي جورج كلوني. يعني هي بتقولهم يا جماعة الفنانة دي بتفكر صح مش غلط. اتظلمتي من ردود الافعال اللي حصلت لك بعد ما لبستي الفستان؟ والله كنت مبسوطه وسعيده، انا ما بزعلش من اللي حصل، ما بزعلش من حد. لا انت قصدك على الدخول؟ لا هو الدخول ما كانش لطيف، يعني الموقف اللي حصل لا يصح يحصل مع هند عاكف ولا يحصل مع وجه جديد، مش حتى هند عاكف. انت فنان وده مهرجان القاهره سينمائي، من حقك تدخل، معاك دعوه. انا سيبك من الدعوه، انا لا اوريهم الدعوه النهارده. لا 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 مش قصدي اوريهم الدعوه، انا عايزه اقول حاجه، انا بحضر مهرجان القاهره السينمائي من التسعينات، يعني ما ينفعش تيجي بقى في الالفينات يعني 23 ولا 22 تقول فين الدعوه، عيب، ما ينفعش، ما يصحش. صح ولا غلط؟ معلش احنا زي كانوا زمان بيقول لك الفنان ده، انا اسفه في اللفظ يعني، بس هو كان دايما بيقول لك الفنان ده زي ورقه البوسته، وشه زي ورقه البوسته، هو وشه خلاص يعني انت عارف ده مين، مش هيركب وش يعني. طب ودلوقتي الفنان ايه؟ ودلوقتي الفنان ايه؟ لا الفنان برضو الفنان فنان مفروض عالمي، ده بيمثل مصر وبيمثل بلده، الفنان ده سفير لبلده. انا بقول لك على الناس اللي هي يعني مش هقول القديمه بس ناس كبار قوي كانوا بيقولوا كده، لكن احنا كفنانين انت كفنان سفير لبلدك وتفتخر انك فنان مصري،